أول مباراة ليه مع الأكابر كانت عام 1976 ضد اتحاد تتويج، وقتها كان الفريق يلعب في القسم الثالث. موسم 1983-1984 ساهم مع رفاقه في صعود فريق الترجي الجرزيسي من القسم الثالث إلى القسم الثاني، وهو اللي سجل وقتها هدف التعادل ضد هلال الشابة. لكن يبقى موسم 90-91 هو الأحلى في كاريير عبد السلام كازوز، هداف الرابطة الثانية ب 14 هدف، وساهم بقصد كبير في صعود الفريق للقسم الوطني لأول مرة في تاريخه. 17 موسم قضاها عبد السلام كازوز مع الترجي الجرزيسي ليقرر الاعتزال سنة 1992، لكنه يعاود يرجع لتلبية الواجب ويحقق معاه الصعود للقسم الوطني. اللاعب الفنان الغزال الأسمر لم يكن محبوب فريق العكارة فقط، بل كان صديق كل من عاشر هذا اللاعب. عبد السلام كازوز رحل يوم 9 نوفمبر 2019 ولم يترك سوى مهاراته في كرة القدم والذكرى الطيبة. والله فترة كبيرة ياسر، ملاعبي كبير ياسر، كنا نلعبوا على اليسار، معناها نعملوا سبكتاكل. الله يرحمه. مرحوم عنده 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 سابق الوقت نتاعه بالحق، معناها يعمل في دي جي تكنيك بكل صدق، معناها تو يعملوا فيهم جوله تو، فهمني؟ عبد السلام ما فهمش كيف اخوي، بكل تواضع عبد السلام ساقي صاد عبد السلام ما فهمش كيف بيتو. كلهم يستعرفوا اللي عبد السلام كازوز كان يعني قمه في الكوره وفي الاخلاق. انا خلطت عليه برسك في اخر اياماته في مع جرجيس، التربيه والاخلاق، ساقي صار عالميه، معناها كان نحن وجودنا لهنا على خاطر السيد هذاك وك التربيه هذيك وك الاخلاق اللي عنده، وعشنا معاه من اللي بدي يكون حتى لين معناها ماشي خرج من الجمعيه، وقاعد يتبع فيها، خدم فيها كمسؤول وخدم فيها كمساعد، معناها واحد الله يرحمه عبد السلام، الله يرحمه ويصلحنا، كان معلم يا خويا، كان معلم سيرتنا. الفتره اللي الصعود نتاعنا اول معناتها صعود ترجي جرجيس 90-91، والله يرحمه ويسامحه. عبد السلام كازوز لعب معي اول ماتش في السينيور، انا كابيتان نتاعه في تبولبو، حقيقه اذهل الجميع باللعب نتاع الفنيات باخلاقها بكل ما فيه. كان لاعب معنى الكلمه، لاعب بالنسبه للدنيا ما عاش نسبه خصاله الفنيه والكرويه وما يروج وما يقال. رينا منه اخلاق وعلمنا الامتثال، معناها للاوامر باش تمشي الامور، اللحمه بين اللاعبين، بين كيفاش يقع تكريم من الجمهور يلزم، كيفاش يتقبلوهم، كيفاش كنا مفهوم نلعبوا، الغايه نتاعنا اننا ننتصروا، اما لكن ديما في علاقات اخويه مع المنافس. وان شاء الله نحسبهم من الناس اللي ساهموا في زرزيس، حتى كان مش بطريقه مباشره، اقتصاديا وتنمويا من جميع النواحي. اسم كازوز قعد عالق باخلاقه بافعاله، والفضل ربي ان شاء الله ربي يبارك له في صغاره ويبارك له في اهله بصفة عامة إن شاء الله. وإحنا موجودين إن شاء الله نعوض أخونا عبد السلام في السراء والضراء بما يرضي ربي، وربي يرحمه إن شاء الله. والله مني ترشحنا براسك، عندنا تويك اربع سوايع، احنا تو براسك اربع سوايع من بدينا نخدموا في العمل هذا، كنا ولاد حومه وكل، وبراسك عاملين زي التحدي، كل حومه تعمل هلاقي يعمل مفاجاه، هذه تلمينا في احنا مع بعضنا ولاد حومه وشجعونا الكبار وكل، وعملنا ان شاء الله جرزيس كامله في الفينال، وان زيرو ساسفي. Oh.
المعلم ما تروح بالكوب بالكوب ما روح 8:30 الجادي 8:30 الجادي خلنا نمشي الرد ب 8:30. ماتش نهار الاحد اكيد ماشيين محبين الترجي ومحبين الجنوب الكل اكيد ماشيين هنا غير بحاره وبنمشوا انا وبنشجعوا وبنوقفوا معهم تو ماشيين الاستاد غدوة الحيب قدرة ربي لقيت هذا شادين طريق ماشيين للرادس ماتش وكل رادس يشمل الناس الكل تو باش تمشي الماتش وتخلي خدمه لهنا مسالس والله كان يقول لي باش يصور فيها 10 ملايين هذول كلها باش تولي حمراء وصفراء حمراء وصفراء كما الكرفاتك حمراء صفراء صلي على النبي ان شاء الله تربح زرزيس عاد ونضلوا عند نجوني تقعد قدام التلفزه نهار الاحد والله على الاولاد قدام التلفزه حتى اللي كملت وحنا نحيوا فيهم حتى اللي نجحوا وان شاء الله زرزيس الداله تنجح اما مش ماشي الاستاد ان شاء الله تنجح بس انت مش ماشي الاستاد والله ماذا بيا انا اللي في تونس ماذا بيا نشجع من زرزيس قداش من جبهة توا خيط لحد لين؟ والله برشا يجي حكاية 50 جبة وعلمات يجي حكاية 10 هكا اللي زرزيز On vient de France pour supporter Zarzis. Allez Zarzis ظن انت اللي هو باش يعمل مفعول الركان هذا نهار الماتش ينجم يكون تاثير نفساني المناسبه هذه فينال ولازم نوروا حاجه باهي ونكونوا في المستوى الفينال ونعرف الاسبيرونس معناها عندهم تقاليد في واحد ان شاء الله يكونوا في المستوى بامكانيات معناها ماهيش كيما الاسبيرونس ولا الكلوب افريكان فهمتني وخدمنا على اساس هكا مشاهدين قناة حنباع الكل نشكركم على الفرصة هذه اللي أحيينا فيها ذاكرة 22 مايو 2005 تاريخ ما نجمش أي عكاري ينساه تاريخ دخل به ترجي الريس للتاريخ يوم عظيم في تاريخ العكارة كل وحصل لنا شرف أن كنا مساهمين ولو بجزء بسيط في اليوم هذا أنك تتوج بكأس تونس ضد الترجي الرياضي التونسي في رادس
بالطريقة هيك وبالنتيجة هيك وبالأداء اللي قدمناه إنك تنتصر على ترجي رياضي 2-0 سيناريو ما توقعناهش حتى كلاعبين. حذرنا صحيح وكنا مركزين وكل شيء، أما إنه بالطريقة والأداء هيك بصراحة فخر للجنوب وكل وفخر للعكارة كل. من أصعب المباريات يمكن اللي لعبته في مسيرتي هي مباراة الترجي الرياضي التونسي بتاع الدور النهائي. بمرور الوقت خذينا ثقة في رواحنا وطمعنا طمعنا طمعنا في النتيجة، والحمد لله توجنا في الأخير بالكأس. المسيرة اللي وصلنا اليوم 22/5/2005 ما كانتش سهلة. ديجا لعبنا المباريات كل خارج جرجيس، مباريات كانت كلها صعيبة، انطلاقة من غار الدماء، الملعب الصفاقسي، النجم الرادسي، بنزرت، الأولمبي الباجي، كانت كلها محطات صعيبة، كانت كلها مباريات صعيبة، ما لعبنا حتى مباراة سهلة وحتى مباراة في جريس. هذا هو اللي يعطيه طابع آخر للتتويج هذا، إنك بعد المسيرة هذه كل توج ضد الترجي الرياضي التونسي في رادس، حقيقة إنجاز يحسب للمجموعة ككل ويحسب لجرجيس والترجي جرجيس. طرفة شخصية معناتها صارت لي، إن وقت دخلنا الحجرات الملابس وكل شيء لاباس، الصحة لاباس، لبسنا الأزياء متاعنا وباش نستعد باش نعمل العمليات الإحمائية، حسيت بآلام في ركبتي عمري ما تصورتها. معناتها ديجا حتى الطبيب والكيني وكل شيء حسيت بآلام في ركبتي، ما كنتش متضغط من الواحد. معناتها هذه من الحاجات اللي نجم الواحد يتذكرها ويضحك كي يرجع تو الواحد من قوة ضغط المباراة، تصير لك حاجات ما كنتش تتوقع حجمها. ومن الطرائف اللي صارت زادة بتذكرها تو، معناتها الله يذكر بالخير اخونا محمد بالزميطة، كان لاعب شاب في الفترة هاكي وولد حومتي وكل شيء، تعرض لإصابة في الأسبوع متاع التحضيرات ويسكن معايا معناتها في نفس الغرفة، وننصح فيه معناتها إنه ما يصرحش اللي هو مصاب باش يتحصل على الميدالية ويتحصل على منحة كانت موجودة. معناتها نجيب له في الثلج الغرفة وكل شيء ونقول له حتى يسألك المدرب يقول راني لاباس وما بيا حتى شيء وكل شيء، والحمد لله بعد نشوفه كيفاش الأقدار إنه يدخل في المباراة ويسجل الهدف بالطريقة العالمية اللي صارت. ديجا هو ما استوعبش الحكاية اللي صارت هيك وما استوعبش الطريقة اللي كمل بها الأسبوع هكا، والحمد لله الحمد لله على التتويج هكذا. خروجي من الترجي بعد تقريب 7-8 سنوات في أصناف الشبان حتى وصلت للصنف الأكابر، خرجت بطريقة وجعتني شوية، رجعت صحيح الفريق الأم ترجي رجيس اللي نشكرهم على الفرصة اللي منحوها لي في الفترة هذيك، والحمد لله معناتها الواحد كان في مستوى الثقة وفي مستوى الأمانة اللي في المباراة هيك، إنك تلعب ضد الفريق اللي خرجت منه، فريقي اللي عشت معه فترات باهية ترجي رياضي تونسي مع فريقي الأم ترجي جرجيس، صراحة من أصعب المباريات اللي تعديت بها. مش معناتها ماهيش حكاية ثأر ولا روفونش ولا حاجة، ما حبيت نبين لبعض المسؤولين إني ما خذيتش فرصتي كما ينبغي في فترة من الفترات، والحمد لله معناتها كان الجزاء كبير برشا وتوجت بالكأس ضد فريقي. صراحة إحساس صعيب وشعور صعيب برشا إنك تلعب ضد فريقك الأم، ضد الفريق اللي تربيت فيه، معناتها بصراحة برشا أحاسيس وبرشا مشاعر. الحمد لله كرمني ربي في الآخر وتوجت مع فريقي، كان تحدي كبير برشا، كان تحدي إني ننتصر، إني نعطي روحي نعطي كل شيء في المباراة هيك باش ننتصر. السيناريو يتعاود ديما في مخي ونتذكرهم كان يتو، معناتها كان في كل لحظة نعيشها، كل من لمسة كورة، كل تدخل دفاعي، كل التماس، كل ركنية، السيناريوهات الأهداف توا في مخي، كيفاش معناتها بلوكينا الترجي، كيفاش وقفنا دفاعيا بطريقة معناتها ممتازة برشا. نتذكر صحيح فنيا ما كناش فريق ممتاز برشا، فنيا كان الفريق يتكون على 3-4 عناصر ممتازين، كمنظر الصالحي، كمنافق، كالغرياني، كأنيس العمري، هذو فنيا كانوا ممتازين. بقية اللاعبين كانوا على درجة كبيرة من الانضباط التكتيكي وعلى الرجولية والقليب والقرحة، كأنيس النبهاني، كإبراهيم جناوي، خويلدي، ورانا ما شاء الله مكرم دبوب، مهدي ذف الله، بوزميطة، أنكو، معناتها ما شاء الله كان الفريق كان عندي تو باش نلعبها المباراة
والنصائح ما بينات بعضنا واللي يكون سيني وتأخر لحظة بتاع تطلعش على صاحبك تستنى. بصراحة كان فريق يشرف وكان فريق ممتاز جدا. عدينا الشوط الأول 0-0، بعد دخلنا الشوط الثاني. نذكر الهدف الأول كان تمريرة من المنذر الصالحي في ظهر المدافعين محمد علي الغرياني اللي ما شاء الله عليه معناتها بالفيتاس متاعه وبالسبرينت اللي عملها. نذكر وجيه صغير ووليد عزيز معناتها قسمة بيناتهم وحطها بالانتريير دو فيه معناتها الكسراوي. عندي كيما توا معناتها السيناريو يتعاود كيف كيف. الهدف الثاني زاد هدف أسطوري تاع محمد بزوميطة. دخل باش يلعب في الدفاع محمد بزوميطة باش يعاوننا في الدفاع خاطر الترجي كان ضاغطه برشا في اللحظة. عمل إيفور وفك الكرة معناتها في وسط الميدان وتضرب في اللحظة هيك تضرب ووصلت الكرة المهدي ضيف الله. المهدي ضيف الله كمل معناتها الأكسيون في الكروشين تاع مهدي ضيف الله مع سلامة القصداوي وترجع في الريبلي يخلط محمد بوزوميت اللي كان طايح معناتها ديجا في الأكسيون وكان تسديدة معناتها كان تسديدة رائعة برشا وكان هدف صراحة هدف كبير برشا. ونتذكر زادة معناتها الفرحة نتاع محمد بزوميطة بعد الهدف كانت فرحة هستيرية فرحة ما نجمش نوصفها لكم معناتها في التلفزة خاطر هبل ما تم معنى الكلمة معناتها خرج محمد بزوميطة من الوضع الطبيعي نتاعه وكانت فرحة وسيطرنا عليه معناتها تنجموا تشوفوا حتى الصور وكل شيء سيطرنا عليه معناتها بعد تعب كبير برشا وعنده حق معناتها كي تسجل هدفك بطريقة هكذا ضد الترجي الرياضي التونسي في دور نهائي ما تنجم كانت تكون الفرحة هستيرية وكبيرة برشا. في التربص كنا نتبعوا في الأجواء في جرجيس والتحضيرات والجماهير والأحباء اللي جت من كل العالم معناتها لحضور الحدث التاريخي يعلموا فينا حضرنا الدخلة كذا عملنا كذا شرفونا أنتم على الميدان ونشرفوكم إحنا في الجمهور والحمد لله معناتها وصلتنا أصداء طيبة حفزتنا ما زادتنا إلا تحفيز معناتها باش نكونوا في المستوى متاع شعب جرجيس وكل جماهير جرجيس اللي حضرت اللي تستاهل كل خير خاطر الناس تضحي بالغالي والنفيس على خاطر الجمعية لازمنا نكونوا في المستوى ونقدموا المردود اللي يليق بهم. وزاد الفرحة بعد المباراة زاد كان يوم كبير يضاهي معناتها يوم النهائي. وصولنا المطار جربة حتى الجرجيس معناتها بالسيارات بالدراجات النارية بالناس معناتها ناس كبار ناس صغار رجال نساء وليدات صغار معناتها شفنا كل الفئات العمرية خارجت تحتفل بترجي جرجيس وبالإنجاز التاريخي بتاع ترجي جرجيس. بصراحة اللحظة هيك ممكن ما كناش مستوعبين الإنجاز اللي عملناه أما كي تشوف معناتها مباراة كبيرة وراجل كبير معناتها قاعد في وسط المدينة يستنى في كار اللاعبين أنها تخلط معناتها بصراحة معناتها إحساس أكبر من التتويج بالكأس. إنك تفرح الرجل الكبير والمرأة الكبيرة والصغير وتحسسهم بالفخر بالنادي تاعهم بصراحة كان يوم عظيم على جرجيس وعلى طريق جرجيس. كل الجنوب كان خرجوا يفرحون بينا في الطريق ناس تحتفل ما عندها حتى علاقة بطريق جرجيس خاطر بصراحة مثلنا الجنوب بطريقة مشرفة. أهالي جربة زادة مشكورين مدنين قابس كل أهالي جنوب كان فخر للمنطقة كان فخر لجهة ككل. الحمد لله اللي شرفناهم ورفعنا لهم رؤوسهم في ذلك اليوم التاريخي. والله الوضعية حاليا ما تسرش عندنا 3 سنوات من اللي نزلنا معتها للقسم للرابطة الثانية تعدينا بفترات صعيبة برشا 3 مواسم كانت صعيبة برشا ماهوش موقع طريق جرجيس صحيح. ما فما حتى جرجيسي راضي على الوضعية اللي وصلتها الجمعية كالك سواء إداريا ماديا فنيا رياضيا. الحمد لله الموسم هذا فما بوادر إصلاح صارت. مشكورين الأخوة اللي التفوا كل مشكورين المسؤولين الرئيس الإداريين الجماهير اللي قربت جماهيرنا في الخارج كل الناس اللي عاونت مشكورهم برشا خاطر وضعية ترجي جرجيس وما كانت ما نجمش يكون في الرابطة الثانية. ترجي جرجيس خلق ليكون مع الكبار
ايام التسعينات والالفينات كانت من ايام المجد بتاع ترجي الرجيس، معناتها كانت ايام بصراحه حلينا عيوننا في المرحوم عبد السلام كازوز وفي الكبارات بتاع الاسعد معمر والاسعد الصغير وصلاح بن زيد، نتمناه الايام كي ترجع. خذينا عليهم المشعل وكنا في مستوى الثقه وفي مستوى الامانه والحمد لله، وان شاء الله ترجع الايام الزينه لترجي الرجيس. شوفوا الاولاد خارجين احمر واصفر لابسين، هيا الجامعيه. معناتها هذه كانت من الاغاني اللي كانت حفزتنا برشا، ونبهاني جناوي وشبكه غير ياني، جناوي نبهاني وشبكه غير ياني، يا ربي يا علي كنت طراجي. معناتها من الاغاني اللي ما ينجمش الواحد ينساها، وما ينجمش الواحد معناتها يذكر يوم 22/5/2005 وما يشكرش فريق حنا باعل، قناة حنا باعل على الخدمة اللي خدموها معناتها معانا في الفترة هيكي، على راسهم معز بن غربية، نعيم أساسي، بسام، هيثم، معناتها الأولاد كل الله يرحم سي عبد المجيد، معناتها خدموا معانا خدمة جبارة ياسر، خدمة قاد التاريخ. ونشكر زاد الأخت نعيمة اللي أحيت الذاكرة بالبرنامج اللي عملتها، موفقة إن شاء الله ومشكورين على الفرصة هذه. وعاش ترجي الرجيس وشكرا حنا بعد. واحد الناس تقول معناتها حاجه جديده، معناتها يكون كما قلت معناتها 3000 و2000 متفرج، معناتها الماكسيموم يلقى روحه ما بين 40 و50 الف متفرج، معناتها يزمه معناتها بريود، معناتها ان شاء الله تكون قبل المقابله باش ياخذ شويه على الجو، وان شاء الله لاباس. معناتها كما قلت لك معناتها كلها حمراء صفراء، ما ثم حتى مشكل بالنسبه لي. Il y a des trucs en particulier que vous faites avant le match pour passer un bon match? Non, mais il n'y a rien de spécial. C'est comme d'habitude. Et l'habitude, c'est comment? L'habitude, c'est de bien se concentrer. Ok. Nisli Bresli, Edoum Alfid, qu'est-ce que porte-bonheur les comptes de la match? بورت بونير ان شاء الله اول مره معناتها نحطهم في يدي، وان شاء الله معناتها يكون اليوم معناتها بورت بونير بالرسمي معناتها ان شاء الله. اول مره تلبسهم؟ اول مره معناتها نلبسهم اليوم، وان شاء الله معناتها يكونوا معناتها بورت بونير وهم في وقتها حمراء وصفراء، وان شاء الله معناتها ان شاء الله معناتها يكونوا مبروكين علينا. الحمد لله وصلنا للفينال، وهذا الفضل لله عز وجل، ثم للملاعبيه اللي كما كنت تحكي ما كناش معروفين، وممكن معناتها جانب ايجابي بالنسبه لنا اللي ملاعبي ما تعرفش افضل بالنسبه للملاعبي معروف على برشا حاجات، والحمد لله وجدت فرصه باش يتعرفوا باش يتشهروا، ماهيش ما نتصورهاش معناتها جانب سلبي، نتصورها بالعكس معناتها موتيفاسيون ليهم.
الاسعد 0-0 نتيجه باهيه بالنسبه لكم؟ ان شاء الله ان شاء الله نقطه تعتبر باهيه. ما صعيب تعرف كيف كيما الاسبيرونس معناتها في دقيقه يعملوا لا ديفيرونس ان شاء الله لاباس. بالطبيعه نتيجه باهيه امام منافس كيما الترجي التونسي وكيما تشوف الجمهور هذا فهمت ولا معناتها ما تعودناش نلعبوا قدام معناتها جمهور ب 30,000 و 40,000 متفرج نعتبرها نتيجه باهيه. قلت لك الهدف هذا قلت لي مازال هدف اخر او جا البونت مازال توا لا يزيهم يزيهم اثنين يظهر لي حتى اكثر واحد متفائل في جرزيس
ما كانش يستنى انكم تربحوا واثنين بلاش. صحيح صحيح، ما كناش نتوقعوا ذا الانتصار، يظل هذا بكل تظافر مجهود اللاعبين. الحمد لله اللحمه الواعده قدرنا باش نتغلبوا على اقوى فريق في تونس. الحمد لله الحمد لله. انت ساق بالك كنت شايف انت تبوك معنا في حنا بعد واللي تعرف الريزلتا، وبعد البونتو قلت البونتو اخر، وبعد اثنين قلت لي يزيد اثنين. والحمد لله يا ربي هزينا هزينا الكوب الحمد لله يا رب، وجا ثالث ضيعناه. عبد السلام الجو هذا يذكرني البراج من انت كنت تكور. ولا مش كيف كيف، اما هذا راهو فينال نتاع كوب. اون كوري ملعبيتنا لعبوا طبقوا تعليمات يسخيلوا ليكيب اللي تتاكي ديما هي تربح، اما مش صحيح. بالنسبه لك انت باش يقعد في التاريخ، هذا اول لك بونتو اول لك فينال وتمركي هدف. بالطبيعه باش يقعد لي هذا في التاريخ وفي تاريخ الجهه الجنوب الشرقي كل. كنت ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله. كنت تصور الحلم هذا يخلط؟ كنت نصور على شلاه نصور على شلاه. الاسعد يقولوا هذا حلم ولا عمل؟ مزيج حلم وعمل الحمد لله، تحقق الحلم الحمد لله. بالنسبه لي معناتها لحد الان معناتها حلم، مازال ما دخلش مخي الحكايه معناتها، وان شاء الله معناتها مهنيين معناتها نتسلم الكوب معناتها تخش تبقى مع تحقيقة معناتها بنحب نبينك حاجه، معناتها الكره ما تتلعبش معناتها برا من الميدان، الكره فوق الميدان، ثم رجال معناتها سير تاعو، ترجي الريس معناتها عنده رجال ويستحق الانتصار معناتها. تكتيكمون كومام لعبتوا البلوك مليح، يا يو دو بون كونتر، دو لوتر كوتي كان وجودك انت حاضر. انا كان وجودي حاضر، كما جا زملائي ما كونش حاضر، يعني ملاعبيه في وسط الميدان اعطوني شحنه وكملنا بعضنا والحمد لله يا ربي يعني كنا في المستوى وقدمنا مقابله طيبه. والله لقيت روحي وجه وجه يعني والحارس خممت باش نمركي البونت وتكون ضربة القاضية، والحمد لله يا ربي ما عندي ما نقول كان الحمد لله يا ربي. انت تولي عندك الدزة كيفاش باش تحسبهم الفلوس؟ عاملينهم 4 ملايين 4 ملايين في الفينال. 4 ملايين كل واحد؟ 4 ملايين كل واحد. ايه هذوما باش نزيد باش نزيدوا عليهم من اللي باش يعطونا الفيدراسيون باش نزيدوا عليهم. من فرنسا ويستاهلوا على خاطر الرجال. ساق بكل شيء مبروك. يبارك فيك سيدي عايشك. وانت على المستوى الشخصي اللي قدمت ماتش كبير حتى بعد ماتشك مزيت فورمه ودربويت. والله الحمد لله الحمد لله، معناتها الفرحه تنسي كل شيء، املنا بحظوظنا اليوم والله والله حلم والله والله راني مصدقها معناتها تو، اما الحمد لله املنا بحظوظنا مباراه كره قدم انتصرنا والحمد لله فرحنا الناس هذه الكل. الحمد لله يا ربي معناتها تتويج معناتها كبير ياسر ضد فريق السابق ترجي الرياضي، معناتها ما نجمش نوصف لك الفرحه. وين ميدان تاعك سانت؟ نسيت. في البحار والموج والموج يا بلدي يا سيرسيس يا محنية يا عروس. لا 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 لا
peur, hein, pour Zarzis. Parce que vous étiez dans votre camp, vous n'avez pas bougé. Et après le contre, c'était bon. Le deuxième but vous a plu? Ah, le deuxième but était magnifique. Vraiment très beau, très beau, très beau. Et je félicite Zarzis. Merci. Très bien. Merci, merci. مصدق توا اللي ترجي الرياضي الجرزيسي هزت الكوب نتاع تونس؟ لا مازال مش مصدق. والله الحمد لله صحيح ايفينمون فهمتني حدث بالنسبه للجرزيس بالنسبه للجنوبيين الكل.